السلام عليكم وأسعد الله أيامكم بكل خير. اليوم راح نخطي لكم مقر شركة بروج. طبعا معكم أخوكم عبد الهادي بخاري، المدير التنفيذي لشركة بروج ومقرها في طرابزون. طبعا الشركة أسست عام 2014 وتعمل في المجال السياحي والعقاري. أول ما ندخل عندنا الريسبشنين والاستقبال. الأخ شاف أهلا بيك. هنا الريسبشن هلا محمد. يا هلا والله. طيب هذا ابو حاتم، كيف حالك ابو حاتم؟ طيب طيب السلام عليكم. طبعا هذا قسم العقار عندنا، الشباب كلهم اخواني ترى على فكره. طبعا الفيديو عفوي، بننزل في اليوتيوب عندنا باذن الله. هذا مقر او مكتب المدير التنفيذي اللي هو انا. زي ما قلنا الشركه تعمل في مجال السياحه والعقار والانشاءات، لان مشاريعنا الخاصه نصور الان. هذا طويل العمر مدير عقار عندنا. ناصر سمدبي. تشكر لك. زكريا. تسويق. التسويق الالكتروني عندنا ومسؤول حسابات السوشيال ميديا. سلام عليكم. ارم بيشيكم واردما. شفق مسؤول العقار عندنا. ابراهيم مسؤول المحاسب. طبعا الغرفة هذه فيها اجتماعات، ما راح نصور لكم، فيها اجتماع خاص الان مدير المحاسب عندنا. هنا يا جماعة طبعا المسجد والمواضي للشركة. هذه المواضي للشركة. احنا عندنا الحمد لله للشركة طبعا. نكمل. عندنا شيء يمكن اغلب الشركات ما عندها الشيء هذا، اللي هو غرفة لاستراحة الموظفين. يعني مدلعين الموظفين بزيادة زي ما انتم شايفين. نطلع الان نروح طبعا القسم العلوي. الشركة دورين، القسم العلوي فوق العقار وتحت عندنا قسم السياحة. الطرف لا يشوفون بيها كارمزج. هنا يا جماعة عندنا غرفة الاجتماعات زي ما انتم شايفين. بعض الاجتماعات المصغرة تكون هنا، عندنا غرفة اجتماعات أكبر من هذا. بعض الدروع نسيت أوريكم المشاريع. هذا المشروع الجديد طبعا لسه ما سوينا الستاند، مشروع دريم بارك إن شاء الله راح يكون. بدأنا في الإنشاءات فيه، راح تنتهي بعد سنتين. مشروع برج ريزيدنس انتهى البيع فيه الحمد لله، والتسليم بداية سنة 2019. الآن ننزل لقسم الجيم زون زي ما يسموها. شوف الشيء هذا حق الملاكمة. ننزل للجيم زون. هنا عندنا قسم الترفيه للموظفين وبعض العملاء اللي يجونا. طبعا زي ما انتم شايفين بلياردو عندنا هنا، الشطرنج، بلاي ستيشن عندنا، نتفرج بعض المباريات هنا. شوف الشيء هذا. القسم التحتي طبعا زي ما ذكرنا اللي هو غرفة الاجتماعات الكبيرة هذه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. الغرفة هذه تسع ل 24 شخص تقريبا. اغلب اجتماعات الشركة الكبيرة تكون هنا. طبعا عندنا برضو احنا وكلاء شركة ايبك للاثاث في طرابزون. عندنا معرض اثاث. مدير شركة رحال للسياحة الاخ بابر تركستاني طبعا في اجازة رسمية الان. قسم رحال للسياحة. السلام عليكم. محمد خان منسق الحجوزات للفنادق
ومرتب جداول خطير. يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا زي ما انت شايفين هنا عندنا الترساب اللي هو شهادة السياحة وغيرها من الأوراق الرسمية. أهم قسم هنا شكل راجل، قسم التصوير والمونتاج هنا والتصاميم. حبيبنا بيركاي هو اللي يسوي لنا التصاميم. عندنا برضو قسم السوشيال ميديا الدعاية والإعلان في الطرف هذا. نطلع من هنا. هذه السيارات يا جماعة، السيارات الموجودة للتأجير اليومي عندنا، تأجير شهري. عندنا طبعا شقق مفروشة، حجوزات فنادق، تذاكر طيران، كل شيء موجود مع رحال السياحة. هذه السيارات كلها طبعا تأجير يومي، أسعارها إن شاء الله مناسبة. للتفاصيل تواصلوا معنا على الأرقام موجودة تحت الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات للحصول على أي جديد الفيديوهات. افتح يا سمسم. السلام عليكم ونراكم على خير.